بنفكر بنفس الترتيب، ده الفك ايه، ده الفك العلوي. نبتدي نسال نفسنا في تاكل ولا مفيش تاكل. مبدئيا كده لو في تاكل شكل السنه من فوق تبقى باينه انها مسفره، بسبب ان شكل اللوتس شيب بيبقى مختفي. طب ايه هو شكل اللوتس شيب؟ هاتلي واحده مش بتاكله، ماشي بس دي كبيره زياده عن اللزوم. شكل اللوتس شيب بنشوفه عندنا السنه هي كامله في كلابس جنبها كده زي بروز من الجنبين. شكل اللوتس شيب من قدام بتبقى ايه؟ مش تاكل. ده اللي بسال فيه احمد، لبنيه كامله في الكلاب ستة اسابيع مش سنه، وفي بروز من الجنبين مش فارقه، مش انا واحده فيها اصلا، مش كناش واحده. ده كده الشكل النورمال. طب نرجع تاني ده مبدئيا نسال نفسنا سؤال، متاكل ولا مش متاكل؟ متاكل. طب متاكل في ايه بالظبط؟ ثنائيات ربعيات فك علوي، يبقى احنا كده خمس سنين. دي مش متأكد. تمام كده؟ طيب دي كمان نسأل نفسنا سؤال، متآكل ولا غير متآكل؟ متآكل في الثنائيات واضح أوي، هي دي متكسرة شوية فمش باينة، بس واضح إنها في الربعيات متآكلة إيه؟ فبناخد الأكبر. فده كده خمس سنين. لو جالي الفك السفلي، متآكل من غير الفك العلوي، بحدد مبدئيا ما دام الثنائيات يبقى سنتين، مدام الربعيات يبقى ثلاث سنين. طيب لازم اقول في اكتر ليه؟ لان الفك العلوي مش معايا، فمش قادر احدد كله طالع ولا مش كله طالع، فبنقول ثلاث سنين في اكتر. نسال نفسنا سؤال برضو، فك علوي ولا فك طفلي؟ واضح انها فك علوي. متاكل ولا غير متاكل؟ غير متاكل. طيب مدام غير متاكل، مجموعه بدليه كامله واضح، الثنائيات طالعه، الربعيات طالعه، القواطع طالعه، والانياب والضروس المتقدمه كلها، يبقى دي كده.